شاركت شركة ليبتس فارما الرائدة في مجال الصناعات الدوائية بمصر والعالم بمؤتمر جمعية جراحة مناظير المفاصل المصرية، وخلال فعاليات المؤتمر أعلنت ليبتس طرحها أحدث مستحضر لعلاج خشونة والتهاب المفاصل في السوق المصري. وأشاد عدد من كبار أساتذة جراحة العظام المشاركون بالمستحضر الجديد أنادار، الذي يمتاز بفعاليته العالية في السيطرة على مشكلة خشونة المفاصل بأمان تام، خاصة لكبار السن، نظراً لاحتوائه على مواد طبيعية، ليصبح بذلك المزيج الأول من نوعه في مصر. اليوم هو اليوم الأول من المؤتمر الدولي لجمعية جراحة مناظير المفاصل. إن شاء الله حيحاضر في هذا المؤتمر عديد من الأساتذة والاستشاريين في جراحة مناظير المفاصل، سواء من خارج مصر أو من مصر. فعلى سبيل المثال عندنا حوالي 40 أو 45 أستاذ أجنبي في هذا التخصص هيحضروا في المؤتمر إن شاء الله، وكله هيتكلم عن الحديث في جراحة المناظير. الحضور هنا عندنا في المؤتمر حوالي 800 واحد من الأطباء حاضرين. الأطباء المصريين اللي هيحضروا حوالي 45-50 واحد تقريبا. في المؤتمر احنا بنتكلم على بنود كتيرة جدا، بنتكلم على جراحة مناظير المفاصل، سواء مناظير مفصل الركبة كاملة، رباط صليبي، غضروف هلالي، أي شيء، الغشاء الصينوف في الركبة. وبنتكلم أيضا على مناظير الكتف، سواء خلق متكرر لمفصل الكتف أو ضغط على الوتر الرافع للكتف. وأيضا بنتكلم على مناظير مفصل الحوض ومفصل الأنكل ومفصل الكوع. وبنتكلم على المفاصل الصناعية، سواء كان مفصل الصناعي للركبة أو المفصل الصناعي للكتف. هو شركة ليبتس مش غريب عليها أنها بتحاول تحل مشكلة عالمية. المشكلة العالمية بتلخص أن في حاجة اسمها خشونة المفاصل أو خشونة الركبة، ودي حاجة مرتبطة بتقدم سن المرضى في أغلب الأحوال، وبعض الأحوال بتبقى ناتجة لأسباب ثانوية زي الإصابات والحوادث وكده. اللي بيحصل إن سطح المفصل متغطي بحاجة اسمها الغضروف المفصلي. الغضروف المفصلي ده طبقة غضروفية لما بتتعور أو بيحصل لها تقدم في العمر بتفقد كثير من الخصائص الطبيعية بتاعتها، وده بيؤدي لإحساس المرضى بالألم وصعوبة الحركة. عدد المواطنين على مستوى العالم المصابين بخشونة الركبة حوالي 240 مليون مواطن، فتخيل حجم العدد ده هوت وحجم الطلب ان انت عاوز تساعدهم بحاجة مش متوفرة ان احنا نقدر نعيد هذا النسيج الى بتاعنا. فشركة ليبتس بتقدم لنا دواء جديد عبارة عن جلوكوزامين. جلوكوزامين ده مركب كيميائي موجود طبيعي في الانسجة بتاعت الغضروف المفصلي، مع تقدم السن بيفقد خصائصه وبيقل، فبنحاول نديه العين في صورة اقراص تساعده على زيادة التركيز في الدم، يوم يقدر المفصل يستفيد بيها ويقدر يستعيد جزء من حياته. هو ليس حل نهائي طبعا، احنا عارفين تقدم العمر ده ما يلوش حاجة، دي حاجة بإيد الله سبحانه وتعالى، ولكن هي أحد الوسائل المساعدة إن تحسن حالة المريض، تحسن استجابة المريض، تقلل الألم، خلي المريض في حالة يعني زي ما نقول حالة بلا ألم، ودي أهم حاجة بالنسبة لهذه الإيج جروب أو هذه المجموعة العمرية. الحقيقة مؤتمر الإيجا الدولي ده رقم 11، وإحنا جمعية الإيجا يعني بدأناها بمجموعة كانت صغيرة، ودلوقتي زي ما انت شايف ما شاء الله العدد كبير جدا والإقبال ضخم جدا، والحقيقة يعني بتؤدي عمل تعليمي وتبادل خبرات بين الأساتذة وتعليمي للجينيورز، وعلشان كده الناس بتقبل عليه كتير قوي قوي. الأنادار الحقيقة ليه ميزتين، هو فيه جلوكوزامين علشان تبيلد ذا بون اب، يعني يساعد في تصنيع البروتين بتاع الكارتلج او الغضروف في حالات الخشونه. والحاجه الثانيه في الاوميجا 3، والاوميجا 3 معروف ان هو انتي انفلاماتوري ضد الالتهاب، لان مع الخشونه بيبقى في التهاب وهو ده سبب الالم في معظم الحالات. فانت هنا بتدي حاجتين،
تدي حاجة to build the cartilage up، وبتدي حاجة علشان الالتهابات في نفس الوقت الألم. فهنا في دبل بنفيت لحاجتين في نفس الوقت. هو طبعا المؤتمر ده رقم 11 بالنسبة لجمعية جمعية المناظير المصرية لإصابات الركبة والكتف، وطبعا ده مؤتمر كبير جدا، يعني ناس كبير جدا، ناس كتير من الخارج جم، حوالي 30 واحد، وبنناقش في المؤتمر كل إصابات الركبة والملاعب والخشونة والمفاصل الصناعية في المؤتمر ده. وبالنسبة لخشونة الركبة، طبعا معظم الناس اللي بيجيلهم خشونة الركبة دي هم معدين 50 سنة، اللي هم الإلدر اللي كبار شوية في السن، وده طبعا عوامل كتير قوي سببها ومش هنتكلم فيها، بس طبعا احنا بنجين نتكلم على الفائدة من المؤتمر، موجودنا في المؤتمر. طبعا جميع الشركات هنا العارضين الأدوية بتاعتهم كلها معظمها بتتكلم على كيفية علاج خشونة الركبة. من ضمن الشركات اللي هي اللي بتقدم هذه الدواء ده الشركة المعلنة اللي هي شركة ليبتس، مقدمة دواء جديد اسمه الأنادار، ودي من الأدوية اللي هي بتساعد على تحسين حالة الركبة. مش أقول طبعا هي بتعالج الخشونة، لأن ده مش موجود أصلا، ولكن بتحسن حالة الركبة في حالات الخشونة المتوسطة. طبعا الخشونة المتقدمة قصة تانية خالص، ما ينفعش فيها أي أدوية غير الحاجات الجراحية يعني. لكن الخشونة المتوسطة والخفيفة هذه الأدوية هي مكملات الغذائية، معظمها تحتوي على مواد طبيعية، ودي طبعا من الحاجات اللي هي بيستفيد منها المريض الخشونة المتوسطة في حالات الأعراض، بيستحسن حركة الركبة، المشي، الألام، ودي من الحاجات اللي هي الحديثة اللي بيستخدم حاليا في علاج الخشونة الركبة المتوسطة. احنا طبعا النهاردة في مؤتمر جمعية مناظير مفاصل الجراحة العظام المصرية الإيجا، طبعا شرف لنا ان احنا دايما سبونسرينج للمؤتمر ده، وعلى هامش المؤتمر احنا بنعمل لونش للمستحضر الجديد بتاعنا الأنادار. يمكن في اتجاه عالمي دلوقتي للبعد عن المسكنات بسبب خطورتها الشديدة في حاجة زي الخشونة، لان انا محتاج مريض الخشونة ده يمشي على أدوية فترة طويلة جدا عشان يوقف الخشونة انها تكمل معاه. فبالتالي الاتجاه العالمي دلوقتي هو ناحية الأدوية البطيئة اللي هي بتمشي فترة طويلة جدا في جسم الإنسان إنها تعوضه عن ما فقد منه من مكونات طبيعية زي الجلوكوزامين وزي الأوميجا 3. هاي المادتين دولت مع بعض بيقدروا ان هم يوقفوا الخشونه، وان احنا نقدر نخلي المريض المصري او اي مريض عموما ان هو يبدا يمارس حياته بشكل طبيعي ويتحرك بطريقه احسن ويقلل التهاب المفاصل، وكمان نبدا نستغنى عن المسكنات. النهارده احنا على هامش مؤتمر جراحه المناظير المصريه ان احنا نطلق مستحضر الجديد لشركة ليبتس، وهو الاول من نوعه في السوق المصري، وهو مستحضر الأنادار. الأنادار هو تركيبة من الألفا دي جلوكوزامين والأوميجا 3. الألفا دي جلوكوزامين المتميزة في الأنادار ان هو نفس او المثيل للجسم بيصنعه وموجود في الغضاريف بتاعة المفاصل مرضى خشونة المفاصل. مع الأوميجا 3 فهو بيحافظ على الصحة العامة وبالذات صحة المفاصل بتاعت مرضى خشونة المفاصل والتهابات المفاصل. ده بيخلي الأنادار فعال جدا وبيقدر يتحكم أو يعمل كنترول للالتهابات اللي ممكن تحصل لمرضى خشونة المفاصل، مع ان هو يفضل ان احنا نبتدي بقدر الامكان بدري، اول ما بيجي التهاب نقدر بدري، فبيقلل التقدم الالتهاب اللي ممكن بيحصل ويتاكل الغضاريف عند مرضى خشونه المفاصل. مش بس كده، هيبقى مفيد جدا للرياضيين برضو، هيبقى من الادويه المفيده جدا، لان الاوميجا 3 من الحاجات اللي هي موصى بيها وينصح استخدامها مع الرياضيين كمان، بالإضافة لمرضى خشونة المفاصل والتهاباتها. طبعا النهاردة سعداء بتواجدنا في مؤتمر جراحة المناظير المصرية، سعداء بنزول العقار الجديد بتاعنا، عقار الأنادار على هامش المؤتمر. طبعا هو أول عقار في مصر وفي الشرق الأوسط بيتكون من مادة الجلوكوزامين مع الأوميجا 3. طبعا مادة الجلوكوزامين دي هي اللي لما بتنقص بيحصل بسببها خشونة المفاصل،
كمان عندنا مادة الأوميجا 3 في العقار طبعا بتقلل من الالتهابات اللي بتحصل نتيجة للخشونة. فبذلك احنا بنحاول على قد ما نقدر في العقار ده انه المريض بتاعنا ما يخشش في تغيير مفصل، وكمان بيقلل من استخدام المسكنات لما ليها من توابع وليها من أضرار جانبية على المريض المصري. احنا كشركة ليبتس بنشارك دايما مع كل الجمعيات اللي بتهتم بشأن المريض المصري. احنا بنقدم للمريض المصري أدوية مناسبة بكفاءة عالية بأسعار مناسبة. احنا طبعا امتداد لشركة ليبتس الأمريكية. احنا دكتور لطفي عمر أسس الشركة في أمريكا سنة 76 وجه الاستثمار هنا في مصر في أواخر التسعينات أوائل الألفينات. احنا زي ما بقول لحضرتك دايما بنسعى ان المريض المصري يتمتع بدواء بكفاءة عالية بسعر مناسب في جميع التخصصات. احنا الحمد لله الشركة بتقدم ادوية كتيرة جدا في مجال السكر، في مجال الضغط، في مجال جراحة الأوعية الدموية، في مجال جراحة العظام اللي احنا موجودين فيها النهاردة. احنا كنا موجودين لسه برضو الاسبوع اللي فات في مؤتمر، الاسبوع ده موجودين في مؤتمر عشان نقدم للاطباء الادوية بتاعتنا اللي هي بتخدم المريض المصري. احنا والجمعية واي جمعية مصرية واي شركة مصرية بتهدف لخدمة المريض المصري. الحمد لله دايما موجودين باستمرار وان شاء الله هنكون موجودين احنا وكل الاطباء في خدمة المصريين جميعا. النهاردة بنتشرف بوجودنا في مؤتمر جمعية مناظير المفاصل المصرية، وبنعلن عن انطلاق عقار جديد من شركة ليبتس. شركة ليبتس بقالها كتير بتهتم بعيانين الأوستيو أرثرايتس وعلاجات بتاعتهم، وعلى مدار 20 سنة اللي فاتوا كان عندنا مستحضر الدورفين لعلاج خشونة المفاصل، والنهاردة بنطلق العقار الجديد عقار الأنادار، وهو تركيبة جديدة مستحدثة أول مرة تنزل في مصر وفي الشرق الأوسط لعلاج خشونة المفاصل. تركيبة بتتكون من مادتين، مادة لعلاج خشونة المفاصل ومادة لعلاج الالتهاب اللي بيصاحب العيان وهو عنده خشونة مفاصل، بيبقى عنده وجع وألم يعني بيقدر ياخد عشانه مسكنات. فاحنا بنلغي فكرة المسكنات عشان أضرارها كتير على الجسم، الكلى والكبد وحاجات كتير، فبنحط مادة الأوميجا 3 اللي هي بتساعد على مضاد للالتهاب، تقلل الالتهاب وتقلل الوجع والعيان يحس بريليف للبين، وفي نفس الوقت بنعالج بالمادة الأساسية اللي هي الألفا دي جلوكوزامين بنعالج بيها خشونة المفاصل. فيشرفنا النهاردة ان احنا نعلن عن انطلاق الدواء الجديد للسوق المصري وللعيان المصري. يسعدني النهاردة واحنا بنحتفل مع جمعية جراحة المناظير المصرية بتقديم منتج جديد لشركة ليبتس وهو أنادار. أنادار يعتبر من أحدث العلاجات اللي موجودة دلوقتي في أمريكا لعلاج خشونة الركب. الأنادار هو بتكون من مادتين فعالتين، أولا الجلوكوزا من سلفيت اللي هي المادة الفعالة اللي موجودة في الدورفين، وحضراتكم عارفين الدورفين كان من أعظم الأدوية وما زال من أعظم الأدوية لعلاج خشونة الركب. المادة الثانية اللي في الأنادار اسمها أوميجا 3، وأوميجا 3 من العلاجات الحديثة اللي ضد الالتهاب المفاصل وضد الألم. أنا دار يعتبر من أحدث العلاجات النهاردة لعلاج خشونة الركبة، ونتمنى إن شاء الله أنه يكون من الأدوية الحديثة اللي تساعد المريض المصري بأسعار مناسبة. السلام عليكم ورحمة الله.